السكان كاملين يشراو في هاد زعما اوستوندين اللي كان كما قالوا لنا المنعش عقاري النهار الاول باش نهربوا من المشاكل ديال السكن اللي كيكون اللي كنسمعوا عليها في السكن الاقتصادي ولا السكن الاجتماعي. يعني الناس خلصوا مبالغ طائله يعني مليون ديال الدرهم اللي حطوه في هاد الشقق، وفي الاخير كنوجدوا راسنا في نفس المشاكل، مشاكل ديال الباركينغ، مشاكل ديال الارض اللي كتهبط، بزاف المشاكل على مستوى لي زابارتمون. دونك عاودنا رجعنا لنفس المشاكل، يعني حسينا براسنا مقلبين. وفاش يعني كانوا طرق حبيه مشينا عند المنعش باش نناقشوا معاه باش حلنا المشاكل اللي كاينين، قالنا واحد النهار انه دازت عندنا الدكاك. يعني هذا الميساج ماشي حنا اخترعناه ديال الدكاكه، يعني جا من عند المنعش العقاري هو اللي قال لنا، يعني حنايا ماشي اخترعنا شي حاجه، هذا الميساج ديال المنعش جينا حطيناه وحسينا براسنا مقلبين. يعني جا بعفويه هذا الميساج والكل ساكنه، يعني حتى هما يحسوا براسهم متمثلين في هاد في هاد الكلمه هاد. هاد الناس وعدونا بزاف د الحوايج، قال لك لقينا لي فلاير بايعين فيهم هوت ستوندين كانوا عندهم في البيوات، الاشارات اللي عندهم سوغ انترنت، اشارات اللي عندهم سوغ انترنت، كل شيء. والمنعش العقاري اسم زعما كبير اللي معروف في المغرب، درنا فيه الثقه كوم ايتون اي واحد غادي يشري كتشري من عند شي واحد اللي معروف واللي ثقه وهذا. بعد ذلك مشينا شفنا ايفيكتيفمون كما قال السي المنعش العقاري، بينا راه شفنا لي ميزون تيموان اللي كانت مصوبه مزيانه مقاده، كان فيها زعما كل شيء مصوب مزيان. جينا شفنا الديور ديالنا حيت انا شريت ماشي سوغ بلون، شريت غير في 2020، جيت شفت الدار ايفيكتيفمون شفتها. النهار اللي دخلت للدار لو بخومي جور لقيت فيها بزاف ديال العيوب، لقيت الشقاق في الدار، لقيت روبينيات مصديان، لقيت لافابو مهرس، لقيت قواس د الحمام مهرسين، الزليج كان مهرس في الارض، هادشي كامل لقيناه. مي خدينا الوعد من عندهم بان هادشي كامل غادي يتصلح افون لا ريسبسيون ديال لي كلي. كانت المفاجأة الكبيرة ديالنا هو ملي كنت كنجي كيقول لك صافي حنا خدامين في الدار كنصاوبوها. النهار اللي جينا خدونا السويتات ديالنا صافي، يعني حتى دازت لا بروسيدور كلشي ما بقى لنا ما نتراجعوا. ملي جيت لقيت حتى شي حاجة ما دات في الدار، ولكن هادشي وقع لنا فيه المشكل بالنسبة لي وبالنسبة للساكنة كاملين، فيه بيرت دو طون، ضيعنا وقتنا. كاين اللي كان كاري بحالي كان كاري، وكاين اللي ما جاش بقى خلص كيخلص الكرا وكيخلص لاطريط ولا ساكن عند عائلته ولا هذا حتى يسالي ولا الدار. و سيتي اون كروند سوربريز من مو هادشي، هي سيتي لو بوان نواغ ديالنا اللي جوسكا ماتنو حنا كنهضروا عليه هو لو باركينغ. لو باركينغ ديالنا كومبارو مع هادشي كامل اللي واقع هنايا، لو باركينغ كان قالوا لنا النهار الاول عندكم تيل صوم ديال الدار بالمتر ديالها بلوس ان باركينغ كي سخا سيباري تيتري اللي غي اباري سوا في ان تيتر سيباري سوا افيك لو تيتر ديال لابارتمون في السيرتيفيكا ديالنا. لا كروند سوربريز هو النهار اللي كتخرج لنا لو سيرتيفيكا ديال البروبريتي، لقينا فيها غير لو سور بلون بلوس الدار، ما فيهاش لا نوسيون كاع ديال لو باركينغ. ملي خدينا لو كونترا لقينا فيها لو باركينغ دو جويسونس اكسكلوزيف، النوتير خرج لها قال لك اسيدي لا بلاص ديالك اني با تيتري وما عندي ما ندير لك انا في البلاصه، وسير عند الناس اللي قالوا لك بان تيوغا لو باركينغ تيتري، سير عندهم هما شوف معاهم الحل. اون بليس لو باركينغ فيه لاتيرال وفيه الموان زان وفيه الموان دو. بوغ لاتيرال من نهار اللي سكننا هما كيقول انا بعدا سكنت في 2020، كاينين الناس اللي ساكنين قبل مني في 2019، جوسكا ماتنون كيما شفتوا في لو تور اللي درنا الباركينغ ما غطاوهناش، ما صابوناش لي باش. ملي طاحت الشتا وقع لنا لافيسمون ديال لو بافي، هبط الحديد ديال لو باركينغ ديال اللي غيتعلق فيه الباش، هبط راكم خديتوه في الصوار، دخل في وسط الارض. ملي ريكلامينا على هذا الشيء قال لك لا حقا حتى يجي السيد اللي غادي يليفري لنا الباش هو اللي غيصاوب ذاك الحديد ويقادو. جوسكا نو جور عندنا غير وعود كذبه، ما حد الان ما لقي ما كاينش حل. لو باركينغ ديال الموان دو كان انكسيسيبل بور تو الموند، جاو داو فيه دي ترافو بارابور لي رومب، وسعوا لي رومب، قادوه طيحوا واحد البلاصه حيدوها، قادوه زعما باش يدخلوا. مي لو بروبليم سي كو مازال دابا الطوموبيلات كاينين لي رومب اللي كتهز فيها الطوموبيل ما كتهبطش، وكاينين لي رومب اللي هوادين اونتر جوج ديال لي بوتر، يعني سي ديفيسيل باش
باش تهبط لا فواطور كاع نهائيا. وكاين ان اوتر بروبليم اللي لقينا بان الماء كيدخل لنا للباركينغ موان دو حيت لي بومب ما كانوش شي حاجه ديال شي حاجه مزيانه. يعني غير النهار اللي وقع الشتا طاح الشتا عمر الباركينغ الموان دو بهذا. وبور هادو سي ان بوين اللي قلنا بوين نوار ديالنا ديال لو باركينغ. وكاين عندنا ان اوتر بوين اللي رجع زعما بريمورديال سي لو تيغان حيت النهار الاول اللي شرينا قال لك عندكم ان تيغان ديالكم ديال فلورا كيسخا ريزيرفي ديال فلورا هو لو جاردان ديال الداري وهذا تو سا اسخا ريزيرفي. ابخي لقينا التيران ما مصاوب ما حتى شي حاجه. الجردة اللي وقع لها لافيسمون هبطات. الباركينغ لاتيرال لافيسمون ديال الحديد الباش مازال ما تركبش. البافي اللي كيوقع له لافيسمون. يعني هاد المشاكل كلها عندنا. حنا الميساج ديالنا اللي كنوصلوا له بان حنا بغينا هادشي ديالنا دابا يتصلح باش كما كاتبين تقول بنا في الاول. وبغينا داكشي اللي شريناه النهار الاول واللي وعدونا به النهار الاول هو اللي وصلوا لنا. حنا ما عندناش شي زعما ماشي كنطلبوا شي حاجه خارقه ولا هذا.